الله يلعنه، الله يلعنه، واحد واطي. نحن لازم نطلع من هون، لازم نطلع من هون وبأسرع وقت. لازم نطلع من هون، لازم نطلع. ما عاد في معنا وقت، لازم نطلع من هون فورا. طلعينا من هون وبسرعة. شو سمعتيني ولا لا؟ طلعينا من هون وبأسرع وقت. لا. شو يعني لا يا تارا؟ ما معنا وقت، هلا بيجوا لهون وبيكمشونا كلنا. اتصلي بمعارفك، استعجلي يلا. ما عندي معارف دقلهم، معارفي بعاد من هون كتير. اخواتك طلعوا من الصين ومفكري حالك انك بوضع منيح، مو هيك؟ بس انا حخليكي تندمي انك خلقتي يا تارا، انا رح خليكي تندمي بانك خلقتي، فهمانة؟ نحن لازم نطلع من هون فورا. ليه؟ رح نعمل ترتيب مؤقت. وهذا الترتيب امن؟ اكيد رح يكون امن من هون. ماشي، رح روح لنيك لكان، بس اول شي ربطوا لي اياها لهالكلبة، بعدين بتفاهم معها منيح. خلونا ناخذها معنا، بجوز تساعدنا. بعد اتركني، عم اقول لك بعد عني. اخواتك، كل شيء له علاقه باخواتك، مو هيك؟ ماشي خدوها معنا. اعطوني شي تليفون. سنجير، برأيي نلاقي مكان نقعد فيه ونرتاح، العالم بردان كتير وتعبانة. بس هذا المكان مو آمن سيد بامير، الأحسن ما نوقف لحتى نوصل للحدود الجورجية. أنا ما عاد فيني أمشي أكتر من هيك. أي سنجير، نحن بردانين وتعبانين كتير، طيب ما فينا نرتاح شوي بمكان آمن إذا بتريد؟ شوف، القصة مو بس مكان آمن يا سيد بامير، ما فينا نضيع وقت أكتر من هيك، لازم نوصلك للاجتماع تبعك. لا تخاف سنجير، رح نوصل على الوقت، بس مو هيك. شوف كيف الأولاد وضعن تعيس، يلا خلونا نرتاح. طيب ماشي، خلونا نلاقي شي مكان آمن لكان. يلا يلا. هالمكان باينته منيح، خلينا نرتاح فيه. امسك. فينا نشغل نار شي؟ هذا خطير إتشيل، إذا حدا بيشوفها كل شغلنا رح يروح على الفاضي. تفضل. شكرا يا ابني، شكرا. هذا اخر الرغيف معنا، بس ما تهك الوهم، قربنا نصل على تركيا. لا، هذا مو اخر الرغيف. في معنى هي؟ يعني قررتي تتنازلي عنا؟ ايه،
البسكوتة من سنتين جارتنا جابتها من تركيا وخبتها بجيبة شنطايتها وقتها أنا كنت معها، وغطتهم بهالشال الحلو كمان. بس لما إجوا الجنود الصينيين اقتحموا البيت حطيتهم بالعلبة ووقتها دفنتهم ورا البيت بالأرض. أنتوا بتعرفوا شو بيعملوا لما بيشوفوا منتجات تركية؟ ولما قلت إنه رح نترك البيت بتذكر إنها أخذت هالعلبة معها أول شيء. هاي اللفحة كمان عمرها أكثر من 25 سنة، مصنوعة من نسيج اسمه سومر يانغ، باخدها معي وين ما بروح. بشم ريحة تركيا فيها والله. صار فينا ناكل هلا؟ أكيد في منا كتير بتركيا. لا أختي شيشيك، كلي يا حبيبتي، هاي بتكفيني. يا الله يا أمي شو طيبة هالبسكوتة، تستاهل إنه ننطر سنين لناكلها. بس نوصل على تركيا رح تشوفوا أختكن هنيك؟ إيه هلأ ما بعرف كيف، بس هي قدرت تطالعنا من السجن، وبعدين هدول الرجال اللي شفتوهم أخدونا كل هالمسافة اللي شفناكن. شكلوا الناس مالهم مناح، والله أنا هيك حسيت. إيه حتى نحن كنا خايفين إنه ما يتركونا بحالنا صراحة. طيب وإنت سيد بامير كنت محبوس بالسجن مو؟ إيه يا بنتي كنت محبوس، بس أفرجوا عني بسبب الضغط الدولي، بس بشرط أني أسكت، بس ما فيني أسكت على اللي صار، ما فيني أقعد ساكت. أنا تعبت كتير يا بنتي، أنا خاطرت بكل شي عندي لخلي صوت تركستان مسموع. لهيك بدنا نختصر الطريق، بعد يومين رح يصير اجتماع عن شرق تركستان، رح يحضروه بتركيا دول كتار، والسيد بامير رح يحكي فيه ورح يعرض أوراقه كلها، ورح يحكي عن معسكرات الموت، رح يحكي عن الإبادات الجماعية اللي صارت بكل العالم. بفضل سنجير قدرنا نطلع من الصين، وبعدين أخذت ورشات معي ورح نختصر الطريق. واحد من أولادي مات بهالمعسكرات، ما قدرت أعطيهم بنتي بالجامعة، بصفتي أكاديمي ما بيهمني هالأمور طول ما صوتنا مسموع. من اليوم ورايح يا سنجير صوتنا راح يطلع من تركيا، صدقني لا تقلق، وبعدين ونحن هنيك راح نكمل كفاحنا. بتمنى نوصل لهنيك بأمان سيد بامير. إن شاء الله سنجير إن شاء الله. أنا راح راقب الحدود، أنتوا ناموا شوي اتفقنا؟ يلا